سيداتي أنسات سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أكون معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب لنقل أحداث ووقائع اللقاء الأخير بالنسبة لسيدات النادي الأهلي على تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للسيدات رقم 39، البطولة التي احتضنها النادي الأهلي بمقره بالجزيرة، ونجمات الأهلي أدت بطولة على أعلى مستوى وقدموا لقاءات قوية. لقاء اليوم يجمع هو نسخة مكررة من لقاء دور المجموعات الذي جمع ما بين الأهلي وأوتوهو الكنغولي أيضا، واستطاع بنات ونجمات وفراشات النادي الأهلي إن هم يحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجة 30-26، وكان الشوط الأول من لقاء الدور الأول انتهى بالتعادل 14-14. ابتدى اللقاء سريع، مفيش أي وقت لجس النبض أو أي وقت، النادي الأهلي بيعمل هجمته، رمية الإرسال على طول، طاقم تحكيم سنغالي من عبد الله فاي وفاضل ديوب ومراقب المباراة من بنين جوناس ألادي. النادي الأهلي بيلعب بيه سارة حسام في الوينج رايت وروان سعيد في الباك رايت ودونجو كامارا في السنتر هاف، وتقى اهي قدام حضراتكم 22 تقى كامل في الباك ليفت، وادي روان بتحاول تعدي لكن دفاع قوي من اوتوهو الكونغولي. النادي الاهلي كنت بقول لحضراتكم بسيداته، ادي دونجو كامارا بتعدي وتخش لكن كان فيها اعاقه على ولعب على الرقبه فاحتسب الايقاف دقيقتين وما اداش المخالفه، بالرغم ان هي كانت عامله لها اعاقه وهي بتصوب لاعبه اوتوهو رقم 14 اللي بتحصل على اول ايقاف في المباراه جانيت مانويل. اوتوهو بزيه الازرق، تيشيرت الازرق والشورت الاصفر، وادي روان بكل ذكاء بتقطع الهجمه الكونغوليه وتلعبها الى شهد الشواربي ومنها الى ساره حسام، وتسجل ساره اولى الاهداف في الشباك الكونغوليه. واحد النادي الاهلي لا شيء اوتوهو. اوتوهو بيلعب رقم 18 الباك ليفت اهي اللي قدام حضراتكم، ديان يامبا بتصوب لكن الدفاعات الاهلاويه قافله منطقه مرماها تماما، بيعتمد الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني على الدفاع 6-0. وادي دونجو كامارا الى تقى ومن تقى لروان لكن تتصدى حارسه المرمى وتعمل عليها متابعه فرح حازم وتبقى صفاره وفاول ورميه حره لصالح النادي الاهلي. تاني روان سعيد الخط الخلفي للنادي الاهلي ودونجو كامارا وكابتن دولا زولا بيريح المحترفات ماتيا وناتاشا، ما بيشركهمش منذ بدء اللقاء. وتاني دونجو اوتوهو الى رقم 6 صانعه الالعاب اللي نزلت على الدايرة وقلبت الهجمة إلى 4-2 وهم ناقصين لاعبة نتيجة الإيقاف، وانتهى الإيقاف أو طلعت حارسة المرمى. عشان تنزل لاعبة ويهاجم أوتوهو كامل العدد. وآدي ليلى شهد، شهد الشواربي بتقطع الكورة وتلعبها إلى روان، استلام ولا أروع. بعيد واحدة البعيدة عن الدفاع اللي كان عامل ارتداد دفاعي معاها وتمررها الفرح حازم، وفرح تستلم وتنط وتشوط وتسجل وتصوب
وتحرز تاني أهداف النادي الأهلي اللي بادئ اللقاء بصورة قوية وأداء قوي. طبعاً قلنا لحضراتكم وهنقول وادي كرة تانية تقع من الهجوم الكونغولي توصل لروان ومن روان لسارة حسام وتصوب سارة وتتصدى حارسة المرمى رقم 16 أولوكانديز للانفراد والفاست بريك اللي كانت رايحة بيه سارة حسام وتمنع الكرة من الوصول للشباك. وادي فاول عكسي تاني، دفاع الحقيقة في قوة وفي شراسة على المهاجمين وفي ذكاء أيضا عشان يجبروا الفريق الكونغولي أوتوهو على ارتكاب الأخطاء، وده اللي شفناه في الثلاث هجمات الماضية. وادي كرة تانية اهي تقع بتنجح زي ما بقول لحضراتكم بالذكاء، بتطلع تعمل مقابلة للاعبة خط الظهر الباك رايت وبعدين ترجع لها خطوة للخلف، فدي بتديها المساحة وتديها الأمل إن هي ممكن تعدي، فبالتالي بتروح مرتكبة الأخطاء بالمشي بالكورة أكتر من ثلاث خطوات وعلى طول تتحسب فاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. دونجو كامارا تقع، دونجو روان لتقع، ارتقاء من تقع، تصويبة ولا أقوى ومتابعة ولا أروع، لكن لسوء الحظ فرح حازم بتحط الكوره بره الثلاث خشبات في الزاويه الضيقه لكن بره الملعب وتبقى رميه مرمى لصالح أوتوهو. تاني تصويبه من دومينجوز بره الثلاث خشبات تتابعها على طول. ساره غاده حسام حارسة المرمى اللي تلعب الهجمة سريعة توصل إلى سارة حسام وتسجل سارة الهدف الثالث عشان تأكد عزم النادي الأهلي وإصراره على الحصول على الميدالية البرونزية والمركز الثالث اللي بيعتبر طبعا. وادي غادة حسام بقول لحضراتكم بداية وموعد مع تألق، شفنا في لقاء الامس واللقاء اللي قبل كده برضو كان في تألق من منا، كان في تألق من منا حارسة مرمى النادي الاهلي، والنهارده غاده بتاكد وبتزيد من تاكيد ومعلومه ان حراسه مرمى سيدات الاهلي بخير وبافضل حال. ثلاثة الأهلي لا شيء أوتوهو، بنلعب في الدقيقة 8، حتى الآن فريق أوتوهو عاجز عن تسجيل أولى أهدافه في اللقاء، والأهلي بيلعب 6-1 بالمقابلة كده زي ما حضراتكم شايفين، شاهد بتطلع وكرة تنزل على الدايرة ومعاها أول أهداف اللقاء للاعبة رقم 8 أكيرا فريدن لاعبة الدايرة من أوتوهو، تحرز أول أهداف أوتوهو عشان تبقى النتيجة 3 الأهلي 1 أوتوهو الكنغولي. جت روان سعيد في نص الملعب وغيرت مع تقى ومن تقى الليلة، وليلة تستلم وتحط الكرة بشمالها وهي لاعبة مش شولة ما بتستعملش إيديها الشمال، لكن استلمت والكرة الإيد البعيدة عن الدفاع أهي زي ما شفت حضراتكم في إعادتنا من مخرجنا احمد عادل اللي بيقدم لنا كل تفصيله وكل ديتيلز في المباراه وفي هذا اللقاء اللي ان شاء الله بنتمنى التوفيق والفوز يكون حليف نجمات النادي الاهلي وحصولهم على الميداليه البرونزيه وعلى المركز الثالث في البطوله اللي بعيد كانت عن الانديه المصريه والفرق المصريه. وهنا بذكاء سارة حسام بتعمل تعطيل للهجمة وتمنع لاعبة، وادي اهي تتصدى غادة حسام وتروح سارة وتعمل الهجمة سريعة إلى روان سعيد اللي برضو على طريقة ليلى بتاخد الكورة وبتصوب بشمالها وهي برضو لاعبة
ما بتستعملش ايديها الشمال اهي رايحه واستلمت الكوره وعملت الارتقاء وبعدت عن الدفاع وصوبت الهدف الخامس لصالح النادي الاهلي. تاني كوره على الدايره وتطلع غاده حسام حاولت تتصدى وتعمل مهاجمه للمهاجم اللي هي لاعبه الدايره اكيرا اللي بتحرز تاني اهدافها اهي اللي ابتدى الفريق الكونغولي بقى يلعب على لاعبه الدايره ويستغل تقدم شويه لعمق دفاعات النادي الاهلي في مراكز الثلاثه ويلعبوا مع لاعبه الدايره بالتعاون مع الخط الخلفي. وادي دونج كامارا واولى اهدافها بقى وقذائفها التي لا تصد ولا ترد. اهي عملت الخداع وغيرت اتجاهها وبعدت عن الدفاع واستغلت النقص العددي في صفوف اوتوهو الكونغولي وسجلت الهدف السادس. شهد وليلى بيلعبوا في مركز ثلاثة الدفاعي. فرح وادي اهي تمريره قطريه بعرض الملعب توصل للباك رايت ودفاع قوي من لاعبات النادي الاهلي. على خط الظهر لأوتوهو وتاني دومينجوز بتشوط وبتعمل ارتقاء وتصوب على شمال غادة الهدف الثالث. وعلى الدايرة كورة لروان وادي مستر زوران باتينيتش المدير الفني لأوتوهو الكونغولي بيطلب من لعيبته ان هي تركز شوية وتبص على جميع مراكز الهجوميه للنادي الاهلي عشان ما يحصلش الخطا اللي دخلت منه روان وصوبت ساره حسام لكن تصدت لها حارس المرمى اولوكاندا وتبقى رميه جانب. اتلعبت بسرعه توصل الى تقى كامل وتقى لدونجو كامارا لتقى هتشوط تقى تسيب لروان وروان تسيب الى ساره وتحصل ساره على الفاول والرميه الحره لصالح النادي الاهلي. لعبت الرمية الحرة دونجو والتصويب قذائفها بقى اللي بنقول لحضراتكم عليها التي لا تصد ولا ترد. خدت الخطوتين وشاطت بعد نظرتين على المرمى وأحرزت بيها هدفين حتى الآن في جعبتها هي في الشباك الأنجولية عشان تصبح النتيجة 7 الأهلي 3 أوتوهو. تاني محاولة التصويب ودفاع من النادي الاهلي ومعاها تصويبه تاني اتلعبت وتعبت رمية الارسال وادي دفاع قوي على روان سعيد وادي دونجو كامارا وادي الكابتن محمد عادل واشاراته بقى الى لعبته انه بيطلب من الدفاع ان هي تلعب على الايد اللي حامله للكره اللي هتشوط مش مهم الجسم المهم الايد للاعيبه اللي بتصوب عشان ما تصوبش باريحيه. وادي روان وتعمل دوران ولا اروع ولا اجمل بعد ما عملت فنت مروحه قويه. روان سعيد نجمه النادي الاهلي اللي بتلعب فيه الظهير الايمن الباك ليفت الباك رايت لخط ظهر النادي الاهلي والخط الخلفي. تقى لدونجا كامارا لروان اهي هتخش وتخترق وتصوب في السماء لكن ده نتيجه ايه؟ نتيجه الدفاع القوي وكان فيه اهي اشاره عبد الله فاي الحكم السنغالي واضح ان كان فيها ضربه على وجه روان سعيد اللي حصلت على رميه جزائيه لصالح النادي الاهلي اهي الاعاده اهي وإيقاف دقيقتين على اللاعبة السنغالية اللي بكده روان في هجمة واحدة حصلت على إيقاف لاثنين لاعبات من أوتوهو الكونغولي. ماتيا وأولى مشاركتها في لقاء اليوم بقى في الرمية الجزائية وتصديها ليها وآدي اهي بتعمل الخداع وتصوب وتسجل ماتيا أول أهدافها
الكوره بعد ما طلعت تمريره عرضيه اللي رميت جانب لصالح النادي الاهلي، لعبتها غاده حسام لدونجا كامارا، راحت دونجا وهتلعب للجناح، لكن دفاع قوي عليها. المفروض هم بيدافعوا اربع لاعبات دلوقتي نتيجه الايقاف دقيقتين، لازم نستفيد من ناقص العدد ده وندخل اللعيبه تخش باريحيه تامه. دونجا هتلعب اهي لروان، وروان تاني بتحط الكوره بره الملعب، واضح عدم رضا روان على تصويبتها وراجعه اكيد لسان حالها بيأنب نفسها طبعا بينها وبين نفسها، لكن روان لاعبه جيده وهتقدم كل الجديد. وادي نزلت احدى اللاعبات اللي كانت واخده الايقاف دلوقتي، 8 الاهلي 4 اوتوه، بنلعب خلاص دخلنا في منتصف الشوط الاول مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، قناتكم المفضله دائما التي تنقل هذه اللقاءات حصريه، لقاءات كاس الانديه ابطال الكؤوس الافريقيه لكره اليد للسيدات، مباراه تحديد المركز الثالث والرابع ومباراه الميداليه البرونزيه والمركز الثالث. وقلنا لحضراتكم ان اوتوهو الكونغولي كان مع النادي الاهلي في المجموعه الثانيه في منافسات السيدات، واستطاع النادي الاهلي ان يفوز في لقاء الدور الاول. وادي تمريره ثاني للاعيبه رقم 10 جراس بيكندو، لكن تصدي وتألق من غادة حسام زي ما قلت لحضراتكم. وادي كامارا، كامارا ما استغلتش ان لاعيبة الدايرة فاضية وان الجناح اليمين فاضي وصوبت واصبح فاول عكسي على كامارا نتيجة الدفاع الذكي اللي خد من كامارا فاول عكسي عليه. وادي اختراق من اللاعبة رقم 6 دومينجوز اللي اخترقت وتوغلت في عمق الدفاعات الأهلوية وحصلت على رمية جزائية وخارجة اهي في كده كدمة في ايديها، فهنشوف الرمية الجزائية. غادة، غادة بكل إجادة اللي فيها الإفادة لفرقتها ولشباك النادي الأهلي بتزود عن مرماها كالعادة، غادة حسام حارسة مرمى النادي الأهلي. 8 الأهلي 4 أوتوهو، نلعب في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، تطلع فرح حازم وتقطع على الدايرة وتروح روان في نص الملعب لدونجا كامارا، هتعمل الخداع وكان اصطدام من إيد الدفاعية دفاع اوتوهو اللعيبه اللي بتدافع في مركز 2 و3 رقم 25 بولوكو بالفاي اللي جت ايديها في وجه كامارا واتلعبت الرميه الحره وصلت لتقى تصوب تقى لكن بره الملعب. وادي الكابتن محمد عادل اهو بيقول لها ايه التصويبه دي يا تقى، بتعملي ايه يا تقى؟ طبعا هو عايز لاعباته تؤدي افضل اداء، وادي تقع اهي بتروح وتعوض ومنها الفرح اللي رايحه فرح وتخش فرح من الجناح وتسجل بنجاح الهدف اهي الاعاده اللي فيها كل الافاده في الزاويه البعيده على شمال حارسه المرمى الهدف التاسع. تاني اوتوهو توصل الى وادي شاهد الشواربي بكل قوه وكل اداء قوي، شراسه دفاعيه على لاعبه بالرغم ان هي بتمتاز بالقوه البدنيه الحقيقه. وادي على الدايره تاني توصل كره الى رقم 10
جريس بيكندو تحرز الهدف الخامس لصالح إيتوهو. دونجو كامارا بتهدي ملعبها، تطلب من روان تيجي في الباك، وهتطلع تغير روان. وعلى الدائرة شاهد الشواربي، وفي الجناحين سارة حسام وفرح حازم. نزلت ماتيا دلوقتي في الباك رايت الظهير الأيمن، وشاهد الشواربي على الدائرة. ماتيا لدونجا كامارا، توصل الكرة لسارة، لكامارا، لماتيا. هتلعب مع لعيبة الدائرة؟ لا، تلعب مع الجناح، وتستلم فرح بنجاح. شايفين حضراتكم الإعادة ايه اللي فيها؟ زي ما بقول لكم الإفادة، حاولت استلمت كرتها، حاولت تعمل خداع وتلف ايديها المروحة وتحصل على الرمية الجزائية. وادي دونجا كامارا، كرة بقى من تحت ايد المدافعين، ما بتشوفهاش حارس المرمى، وتعدي من بين اقدامها وتعانق الشباك الكنغولية، ويبقى الهدف العاشر لصالح النادي الاهلي. نزلت 17 كمان دلوقتي. ماكومبو حاولت الكرة تتمرر على الدايرة، تقطعها شاهد الى سارة، وهتمررها تاني الفرح اللي رايحة فرح، وبكل فرح وسعادة تحرز فرح الهدف ال11 بعد ما استلمت الفاست بريك اللي كان على موجتين. بالتعاون ما بين شهد وما بين فرح، احرزت فرح الهدف ال11 لصالح النادي الاهلي، وده ثالث اهداف فرح في هذا اللقاء. تايم اوت، وقت مستقطع طلبه الجهاز الفني مستر زوران باتينيتش المدير الفني لمنتخب لنادي إيتوهو الكونغولي، اهو قدام حضراتكم وتعليماته وتوجيهاته لفرقته. صفرت نهايه التايم اوت، الوقت المستقطع مشاهدينا الاعزاء. والكرة مع إيتوهو الكونغولي، هتلعب رمية الإرسال للسنترة على طول، ونزلت لاعبات النادي الأهلي بعد ما خدوا برضو تعليماتهم من الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني لسيدات الأهلي، أهو على الخط اللي بيقدم كل الدعم وكل التوجيه، ولا يكل ولا يمل عن إعطاء التعليمات لفرقته طول أحداث وأثناء اللقاءات منذ انطلاق البطولة حتى الآن. كرة تانية حاولت تلعبها على الدايرة، لكن تقع، تقطعها بطريقة ذكية وتوصلها لسارة حسام اللي استلمت كرتها وعملت الدريبلاية وخدت خطواتها وبصت نظرة ثاقبة وأحرزت الهدف ال12 لصالح النادي الأهلي. كرة تانية بتروح تقع الكرة من دونجو كامارا بعد ما احرز إيتوهو الهدف، ولمت دونجو الكرة وقامت ولعبتها الماتية، ومن ماتية لفرح حازم، ومن فرح إلى أولوكاندا في شباكها الكونغولية، تستلم وتوسع لنفسها وتصوب في الزاوية البعيدة الهدف ال13 لصالح النادي الأهلي. يمكن فرح حتى الآن أحرزت أربع أهداف، هي هدافة الفريق مع دونجو كامارا 3 أهداف، سارة حسام هدفين، وماتيا هدف من رمية جزائية، وليلى هيثم هدف، والهجمة مع إيتوهو
عن طريق ديان مبامبا وتخترق وتقتحم الدفاعات الأهلوية وتحصل على رمية جزائية. اهي رقم 18 ديان مبامبا قدام حضراتكم، هل هي اللي هتتصدى وتصوب الرمية الجزائية؟ ايوه هي اللي هتتصوب الرمية الجزائية في مواجهة مين؟ في مواجهة غادة حسام السد العالي للشباك الأهلوية، بتنجح ديان مبامبا في إحراز الهدف السابع لصالح أوتوهو. كنت بقول لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، يمكن إن إحنا كنا بعيد في منافسات السيدات منذ فترة، ووصول سيدات الأهلي إلى المربع الذهبي هذا ده في حد ذاته إنجاز، وخروجه من أو هزيمته في الدور قبل النهائي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بطل السوبر الأفريقي، وأنجولا بتتربع على عرش منافسات السيدات سواء كان في القارة الأفريقية أو على مستوى الأندية في منافسات السيدات، وحصلوا قبل كده على السوبر جلوب أو كأس العالم للأندية للسيدات، وأيضا بتلعب في كل بطولات العالم. أنجولا بتشترك وبتوصل إلى دور الثمانية في بطولات العالم. وآدي فاست بريك حاولت تعمله غادة حسام، تتابع الكرة شهد وتلعبها لليلى وهي واقعة على الأرض، وتطلع ليلى وتنزل ماتيا ومعاها دونجا كامارا، وآدي لا شهد محجزة إيه، لكن ماتيا ما تخشش وتوصل الكرة إلى فرح اللي بتخش فرح وتصوب. لكن المرة دي القائم بقى بيزود عن أولوكاندا حارسة المرمى، ويتصدى لتصويبة فرح القائم الشمال في الزاوية البعيدة، وتبقى هجمة مع فريق أوتوهو الكونغولي. تاني أوتوهو نزلت دلوقتي 14 جانيت مانويل في الباك الشمال، رقم 14، وراحت ديان بامبا في الباك اليمين وتغير اتجاهها ومركزها وتيجي على نص الملعب، وجانيت تعدي وتصوب وتخترق ما بين واحد واثنين وتحصل على رمية جزائية بالرغم تصدي غادة حسام. ايه اللي رايحة عدت صوبت تصدت غادة، لكن احتسب عبد الله فاي وفاضل ديوب رمية جزائية لصالح أوتوهو، وطلعت غادة بقى ونزلت منة الله سيد وتسجل على طول ديان مبامبا على شمال منة أرضية الهدف الثامن لصالح أوتوهو الكونغولي. 13 الأهلي 8 أوتوهو، داخلين خلاص على المنحنى والمنعطف الأخير في زمن وأحداث الشوط الأول من لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية. طلعت ديان حاولت تقطع تمريرة ماتيا العرضية، لكن تبقى رمية جانب تلعبها على طول توصل لدونجا كامارا لتقى، ومن تقى لفرح، ومن فرح لتقى لكامارا، وكامارا تخش، لكن دفاع قوي برضو على كامارا وإيقاف دقيقتين. شايفين حضراتكم طلعت على الإيد اهي جايباها من الخلف اللاعبة رقم 10 جراس بيكيندو، وتحصل على إيقاف دقيقتين وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. هيستغل النادي الأهلي النقص العددي في الصفوف والخطوط الدفاعية لأوتوهو الكونغولي، وادي ماتيا لكامارا لسارة حسام، وتخش سارة وتحصل على الرمية الجزائية، رمية 7 أمتار بتحصل عليها سارة حسام بأداء تمام التمام من الجناح اليمين. مين اللي هتشوط؟ ماتيا بليتكوسيتش قدام حضراتكم، وتصوب لكن تتصدى بقى المرة دي إلى الرمية الجزائية، تتصدى لها أولوكاندا حارسة المرمى رقم 16 لفريق أوتوهو.
ديان هتحاول، لكن دفاع قوي وصفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. تاني ديان تحاول تعدي، طبعا كده المرمى خالي والخطأ هيكون غالي. احنا عايزين هادي غادة بقى والتصدي، هتلعب على المرمى الخالي. لا، طلعت الكرة المضمونة إلى ماتيا، ومنها لتقى، ومن تقى لشهد، ومن شهد للشباك الكونغولية. تحرز بيه الهدف ال 14 مشاهدينا ومتابعينا، متابعي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. 14 الأهلي، 8 أوتوهو الكونغولي. اكتمل دلوقتي أوتوهو الكونغولي، ولا نزلت لعيبة مكان حارسة المرمى. وادي الكرة توصل لأكيرا، ودفاع قوي من دفاعات النادي الأهلي، وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة لصالح أوتوهو. وحاولت تعملها لوب من فوق غادة حسام، لكن هيهات وعلى مين؟ وادي ماتيا تروح وتسجل. الهدف اهي بالرغم الدفاع عليها من اتنين لاعبات من أوتوهو، لكن ماتيا تسجل فيها الشباك الكونغولية. الكاميرا الثانية ده تغيير وتقاطعات في الخط الخلفي، وتصويبة بره الثلاث خشبات عن طريق اللاعبة جانيت مانويل رقم 14، وتوصل من ماتيا بقى على طول لفرح. اللي فرح بتعوض كل التصويبات والأهداف اللي أهدرتها في لقاءات البطولة منذ انطلاقها، وبتتألق في هذا اللقاء ومسجلة 5 أهداف حتى الآن، 4 أهداف من الجناح الشمال وهدف من فاست بريك بالمرمى. 16 الأهلي، 8 أوتوهو. وكرة حاولت تمررها إلى ديان بامبا على الدايرة، لعيبة رقم 6 دومينجوز اللي نزلت، ديان على الدايرة دلوقتي، ماكومبو معاها كرة بتحاول تخترق توصل إلى جانيت، جانيت تخش وتصوب، لكن غادة قافلة مرماها، وتبقى رمية مرمى لصالح النادي الأهلي. ماتيا راحت ولعبت لسارة ومن سارة، لكن أولوكاندا بتتألق وتتصدى لتصويبة سارة من الجناح اليمين الوينج رايت للنادي الأهلي، اللي الكابتن زولا بيديها بقى وقتها كامل، وقتها وفرصتها كاملة، ومريح أمينة عاطف الجناح اليمين للنادي الأهلي على الدكة من ضمن الأوراق اللي معاه وبيستعين بيهم وقت ما هو شايف في أحداث اللقاء. وادي صفاره والتايم اوت وقت مستقطع بيطلبه الكابتن محمد عادل زولا المدير الفني للنادي الاهلي. واحنا بنلعب فين؟ بنلعب في الدقيقه 29 مشاهدينا، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهو التعليمات بيطلب الكابتن عادل، وادي التالق اهو على طول لغاده حسام اللي واقفة في منطقة مرماها بوضع تمام التمام، تنجح من ان هي تمنع التصويبة اللوب اللي حاولت ديان بامبا تحطها لها من على الستة متر، لكن غادة بمنتهى الإجادة بتمنع الكرة من الوصول إلى الشباك. انتهى الوقت المستقطع مشاهدينا الأعزاء، وهنستأنف اللقاء والوقت المتبقي من الشوط الأول مع حضراتكم. بنلعب في آخر دقيقة وخمس ثواني تقريبا، فارق 8 أهداف لصالح النادي الأهلي. تمريرات عرضية، هنشوف تعليمات الكابتن محمد عادل. دونجو كمارة لسارة حسام على الدايرة، حاولت تلعبها الليلة هيثم، لكن
بعيدة عنها ويلبها الدفاع الكونغولي وتروح مارينيت الجناح الشمال لدومينغوز، هتصوب دومينغوز لكن غادة صحيالها. وبقول لحضراتكم بكل الإجادة والإفادة لفريق النادي الأهلي، وادي ماتية تعمل الخداع وتلعب تمريرة عكسية، لكن رجل المدافع رقم 11 مارينيت بالرغم ان هي قطعت التمريرة لكن كانت رجلها على الستة متر، ووصلت الكرة الى دونجو كامارا اللي بتصوب تصويبة في نهاية اخر ثانية من الشوط الاول، وبعديها انطلاق صافرة نهاية الشوط الاول. مشاهدينا واحبائنا مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان، بتقدم النادي الاهلي بنتيجة 16 مقابل 8 اوتوهو الكونغولي في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية. استراحة قصيرة ما بين شوطي اللقاء مشاهدينا الاعزاء، ونعود مع حضراتكم مع انطلاق الشوط الثاني، فلا تذهبوا بعيدا ونلقاكم بعد قليل وأحداث الشوط الثاني من هذا اللقاء، وشكرا لحضراتكم. سيداتي أنساتي سادتي، مرة أخرى يسعدني أن أكون مع حضراتكم عبر قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي لنقل وأحداث وقائع الشوط الثاني من لقاء تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية، والذي يجمع بين النادي الأهلي بزيه الأحمر أهو قدام حضراتكم وأوتوهو الكونغولي بزيه الأزرق في أصفر. استطاعت نجمات وسيدات النادي الأهلي أن هي تنهي الشوط الأول بفارق 8 أهداف لصالحهم بنتيجة 16-8، ومعها مع صافرة انطلاق الشوط الثاني مشاهدينا الأعزاء أولى الأهداف الكونغولية عن طريق ديان بامبا رقم 18، تحرز تلف وتحط الكرة في الزاوية الضيقة لغادة حسام من الجناح اليمين، الهدف التاسع لصالح أوتوهو. تاني ماتيا، النادي الأهلي بيلعب بخط الخلفي دونجو كامارا وروان سعيد وماتيا، وادي الأجنحة بقى فاول عكسي على أمينة هشام اللي نزلت دلوقتي مكان فرح حازم، وأيضا نزلت أمينة عاطف مكان سارة حسام، وفي المرمى غادة حسام زي ما هي، وفي الدفاع ليلى هيثم وشهد الشواربي، وعلى شمالهم ويمينهم روان سعيد و رقم 4 أمينة هشام، وفي الأجنحة بتلعب أمينة عاطف مركز 1 الدفاعي من ناحية اليمين، وماتيا في مركز 1 من ناحية الشمال. دفاع 6-0 بالمقابلة من دفاع النادي، وادي تصويبة تاني من تحت إيد أمينة هشام تحرز بيها الهدف السادس ديان، وتاني أهدافها في الشوط الثاني. ماتيا لروان سعيد لماتيا لكمارة تعمل الخداع وتسيب لماتيا، ومن ماتيا لأمينة عاطف لكمارة تمريرة قطرية تاني يهدى النادي الأهلي، إشارة اللعب السلبي. كمارة وادي قطع كده على الدايرة لشهد في تمريرتين، وادي ماتيا بتصوب السباتة اللي بدون ارتقاء كده بتشوط وهي بتتحرك وهي بتجري وتحرز على شمال حارسة المرمى الهدف ال17، واول اهداف النادي الاهلي في احداث الشوط الثاني مشاهدينا الاعزاء. تاني تصويبه برضو قويه تاخد ايد بقى ساره حسام عن طريق اللاعبه رقم 16 اولوكاندز، عن طريق قصدي اللاعبه رقم 6 دومينجوز، بتوصل الكرة لماتيا لأمينة تقع من إيد أمينة وتطلع رمية جانب تمريرة ماتيا السريعة، ما قدرتش أمينة إن هي تستلمها وتطلع رمية جانب لصالح
اوتوهو الكونغولي. اتلعبت على طول يولان توبا في الجناح اليمين وديان بامبا في الباك اليمين وليلى هيثم والدفاع المتين على اللاعبة رقم 14 جانيت مانويل اللي خلتها تثبت مكانها ما تقدرش تعمل اي حاجة. وادي تصويبة تاني من ديان بامبا قافله غادة حسام مرماها تماما وتبقى رمية مرمى. ومن دونجا كامارا الى امينة هشام تخش بتصويبة وهدف تمام التمام الهدف ال 18 لصالح النادي الاهلي. قلنا لحضراتكم على ان الفرقتين كانوا مع بعض في مجموعة واحدة اللي هي المجموعة الثانية في منافسات السيدات في بطولة كأس الكؤوس الأندية الأبطال الكؤوس الأفريقية رقم 39 للسيدات. يمكن وصول الفرقتين لهذا اللقاء مشاهدينا الأعزاء جاء بعد ما خاض كل فريق أربع لقاءات في دور المجموعات. النادي الأهلي استطاع أنه يفوز في ثلاث لقاءات منهم لقاء أوتوهو الكونغولي و انهزم في لقاء وحيد امام بريميرو دي اغوستو. ادي كوره اسيست من امينه هشام بعد ما طلعت لها من روان سعيد في الجناح لامينه هشام عملتها عكسيه لدونجا كامارا اللي داخله باختراق ولا اروع كالطياره تسجل الهدف بجداره الهدف 19 لصالح النادي الاهلي. قلت لحضراتكم ان الاهلي فاز في ثلاث لقاءات في دور المجموعات على أوتوهو الكونغولي في ضربة البداية ثم على هابيتات الكوت ديفواري ثم خسارة من بريميرو دي أغوستو ثم فوز على النواصر المغربي. ثم في دور الثمانية بقى النادي الأهلي قابل مكنن التونسي واستطاع نجمات النادي الأهلي إن هم يفوزوا ويحسموا لقاء الكوارتر فاينل ربع النهائي او دور الثمانيه بنتيجه 31-22 لصالح النادي الاهلي على مكنن التونسي. ثم في قبل النهائي قابلوا بقى بيترو اتلتيكو الانجولي وفاز بيترو اتلتيكو الانجولي على النادي الاهلي 25-21 مما أدى إلى وصول النادي الأهلي إلى هذا اللقاء لتحديد مركز الثالث والميدالية البرونزية. رمية جزائية ديان بامبا تسجل في الشباك الأهلوية الهدف الـ 12 على يمين غادة حسام. قلت لحضراتكم نتائج النادي الأهلي أما نتائج أوتوهو فلعب أربع لقاءات في دور المجموعات انهزم في أول لقاء من الأهلي ثم انهزم من أول أغسطس الأنجولي ثم فاز على هابيتات الإفواري ثم ودول الأربع لقاءات اللي لعبهم يعني فاز لقاءين وانهزم لقاءين. في دور الثمانية قابل دي جي اس بي الكونغولي أيضا وكانت مباراة قوية فرقتين من الكونغو حافظين بعض وعارفين بعض زي الفاست بريك اللي حصل قدام حضراتكم دلوقتي من غادة حسام لشاهد الشواربي ومنها إلى أمينة هشام تصوب أمينة لكن القائم بقى اليمين لحارسة المرمى أولوكاندا يتصدى لتصويبة أمينة ويمنع الهدف من الوصول للشباك الأهلوية. وآدي كورة في وجه غادة حسام من اللاعبة هنشوف رقم مين اللي على طول طاقم التحكيم بيدي الإيقاف الدقيقتين أهي اللاعبة رقم 6 دومينجوز اللي دخلت من الجناح اليمين وصوبت. وطبعا حضراتكم من متابعتكم لكرة اليد
بقيتوا حافظين ان تم تعديل القانون وبقى العقوبة بقت ايقاف دقيقتين للاعب اللي بيصوب في وجه حارس المرمى. قلت لحضراتكم على نتائج الدور الاول دور المجموعات لأوتوهو، ثم في قلت لحضراتكم في الكوارتر فاينل، وادي دفاع من الداخل اهو على فرح، على أمينة هشام اللي دخلت وما خافتش ولا خافت على نفسها من الدفاع اللي كان داخله جوه الستة متر وبتدافع عليها، وانطلقت اهي أمينة هشام وصوبت، لكن كان فيها إعاقة ورمية جزائية. أمينة عاطف والرمية الجزائية، وتصوب أمينة عاطف وتتصدى أوليكاندا للرمية الجزائية. قلت لحضراتكم في الكوارتر فاينل أيضا أوتوهو الكونغولي قابل دي جي اس بي الكونغولي أيضا، وكان لقاء قوي جدا. انتهى اللقاء بالتعادل الفرقتين 30-30، ثم احتكم إلى الاكسترا تايم الوقت الاضافي اللي استطاع أوتوهو انه يفوز بنتيجه 34-30، ويقابل في السيمي فاينال قبل النهائي بريميرو دي اغوستو اول اغسطس، وكان لقاء قوي جدا من طرف واحد طبعا لصالح بريميرو دي اغوستو اللي حسم اللقاء لصالحه بنتيجه 45-15 بفارق 30 هدف مشاهدينا الاعزاء. وده بيوضح لحضراتكم ان النادي الاهلي كان عامل لقاءات ولا اروع، وخصوصا امام الفرق الانجوليه. تصويبه وبره الثلاث خشبات عن طريق اللاعبه رقم 10 جراس، وتوصل الكره لامينه عاطف، ومن على الدايره من ماتيا الى شاهد الشواربي، تتصدى حارسه المرمى أولوكاندا برضو اللي ابتدت تتألق دلوقتي، وتمريرة قطرية من الجناح الشمال مارينيت إلى 13 يولان توبا. جراس على الدايرة رقم 10 هي اللي نزلت على الدايرة دلوقتي، و14 جانيت بتروح وتصوب، لكن غادة تتألق بمرونة ورشاقة وإجادة وتعمل الفاست بريك اللي وصل الى امينه هشام، وهدت الكوره وهي واقعه على الارض، وتمرر الكوره الى ليلى هيثم، وابتدي هجمه اهلاويه منظمه مع الخط الخلفي. ماتيا بتطلب من ليلى ان هي تقف ما بين ثلاثات الدفاعيه في صفوف أوتوهو، لكن ما استلمتش ليلى واتقطعت الكوره وراحت هجمه مرتده الى 10 جراس اهي، وتسيب الكوره للجناح يولاند، وتخش يولاند من الجناح اليمين الوينج رايت، وتصوب وتسجل في الشباك الاهلاويه الهدف ال 14 ال 13 عفوا، عشان تقلل الفارق الى 6 اهداف مشاهدينا الكرام. معنى كده ان أوتوهو متقدم في الشوط الثاني بفارق هدفين على النادي الاهلي، لأن النادي الأهلي كان متقدم في الشوط الأول بفارق 8 أهداف، وكانت النتيجة 16-8. يعني النادي الأهلي في الشوط الثاني أحرز 3 أهداف فقط، أما أوتوهو الكونغولي فأحرز 5 أهداف حتى الآن، وإحنا بنلعب في الدقيقة 10 من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة. تاني ماتيا، وتسيب الكورة إلى أمينة هشام اللي برضه بتخش من الجناح وتصوب كوره بره الثلاث خشبات، وتبقى رميه مرمى لصالح أوتوهو. دومينيكس، وتقع الكوره بعد تمرير ديان لدومينيكس مره ثانيه، الوان تو اللي عملوهم مع بعضهم هما الاثنين لاعبات أوتوهو الكونغولي، وتبقى لصالح النادي الاهلي. تلعبها غاده لماتيا، ومنها لكمارا لماتيا ثاني، وعلى يمينها روان سعيد، ونزلت دلوقتي فرح حازم في الجناح مكان أمينة هشام. وادي كمارة لماتيا لروان،
لماتيا تاني، لكمارة تقف وتهدي كورتها، لماتيا هتصوب وهتشوط، البلوك يتصدى وحاول تعمل عليها متابعة ماتيا لكن تقع الكرة من ايدها وتبقى هجمة مرتدة لدومينجوز، رايحة وتسيب في الجناح لمارينيت، لكن غادة حسام بنجاح تطلع عليها خالص، تقفل عليها زاوية الرؤية للمرمى فتجبرها ان هي تحط الكرة بره الثلاث خشبات وتبقى رمية مرمى لصالح النادي الاهلي. ماتيا روان سعيد اللي نزلت على الجناح على الدايرة دلوقتي عشان تقلبها 4-2 وتعمل الحجز بنجاح وتوصل الكرة لماتيا ومنها لأمينة عاطف الجناح اليمين الوينج رايت للنادي الأهلي وتحرز أمينة الهدف الـ20 واحنا بنلعب مشاهدينا ومتابعينا في الدقيقة 13 وادي رجع النادي الاهلي اهو للكلام اللي كنت بقوله لحضراتكم في بداية الشوط الاول في طريقته الدفاعية والذكاء الدفاعي اللي مطلوب، مطلوب ان انا يبقى عندي ذكاء دفاعي اقدر اجبر واوقع المنافس والخصم في الفاولات والاخطاء الهجومية اللي بتحسب عليه فاولات عكسية وتتنقل الهجمة تبقى لصالح النادي الاهلي اللي حاولت غادة حسام تعملها فاست بريك طويل الى فرح حازم لكن كانت كرة طويلة واتلعبت على طول للهجوم الكونغولي لصالح اوتوهو. رمية جانب اتلعبت جومانجوز هتنط وتحاول تصوب لكن ليلى هيثم الصخرة الدفاعية في عمق الدفاعات الاهلاوية في مركز 3 هي وشاهد الشواربي قافلين وتوصل الكرة للجناح حاولت غادة حسام لكن يولان توبا بنجاح تحرز الهدف الـ14 اهي اعادة مخرجنا احمد عادل اللي فيها كل الافادة لناشئتنا في متابعتهم لهذا اللقاء يشوفوا ارتقاء الجناح بيبقى ازاي توسع لنفسها ازاي تصوب ونظرتها للمرمى عشان تشوف الزوايا اللي تقدر تصوب فيها كرتها وايضا بالنسبه لحراس المرمى اللي الكابتن خالد عثمان طبعا مدرب حراس المرمى في الجهاز الفني للنادي الاهلي عامل شغل ولا اجمل ولا اروع وفي تطور في مستوى اذا كان غاده حسام او منة الله سيد حراس مرمى النادي الاهلي في هذه البطوله. وطبعا الجهاز الفني الكابتن محمد عادل زولا والكابتن محمد عبد الوارث والكابتن هشام عبد الوهاب ميشو عاملين شغل الحقيقه يستحقوا عليه كل التشجيع والتحيه وتوجيه الشكر ليهم على الاداء والمظهر القوي اللي ظهروا بيه نجمات وسيدات النادي الاهلي. ادي شغل خططي وتحركات عرضيه وقلب الطريقه الهجوميه الى 4-2 تقع والارتقاء والتصويب حاولت تبقى ما بين الرجلين لكن حارسه المرمى تتصدى وتقفل اولوكاندا وتتصدى للكره وتبقى رميه جانب. بيطلب عبد الله فاي الكره تتلعب من مكانها اهي امينه لروان لا دي نزلت دلوقتي ملك احمد في الباك رايت الجناح الظهير الايمن اهي وابتدى اوتوهو يلعب 4-2 دفاعيه بيلعب على ظهيري النادي الاهلي الباكين الليفت والرايت على ملك وعلى تقى وادي كوره تستلمها ليلى وتلف وتسجل وتصوب وتحرز الهدف اهي حاولت اولوكاندا تعمل متابعه على الكوره لكن الكوره كانت في اتجاهها للمرمى وتعدي خط المرمى وما تقدرش تعمل لها حاجه غير ان هي تجيبها من الشبكه. ادي تقى بكل قوه
14. جانيت حاولت لكن معاها مين؟ معاها الصخره بقى اللي بقول لحضراتكم، صخره دفاعات النادي الاهلي. ليلى هيثم بتمنعه وتبقى صفاره وفاول ورميه حره لصالح اوتوهو، على طول تصوب دومينجوز، لكن غاده بالعلامه الكامله من الاجاده تتصدى للتصويبه وتبقى رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. كمارة، ملك لتقع، دونجو، كمارة، ملك تطلع شاهدة من الدايرة وتنزل تاني، تقع هتلعب لملك لكن كان في دفاع قوي من ديان بامبا على تقع وتحصل تقع على فاول وصفارة ورمية حرة لصالح النادي الأهلي. أهي تقع تاني تلعب الكرة لكن كان فيها خطوة زيادة أو هي حاولت تعمل الأسيست وتمرر الكرة ليلى هيثم، لكن نصر عيد بقى عبد الملك تنزل بكل مهارة تقطع الكرة وتقف على هجمتها خالص، ما عرفش تقع ما دخلتش ليه من الجناح، وكان يعني في تغييرات دفاعية في صفوف اوتوهو الكونغوليو، ما كانش فيه الا ثلاث لاعبات على الستة متر، ما عرفش تقع وقفت ليه بكرتها وما لعبتش. نزلت نصر عيد بقى دلوقتي على الدايرة مكان ليلى هيثم كابتن وقائد النادي الأهلي، وادي كورة وتفويتة ما بين دونجو كامارا وتجيب ملك من وراء ظهرها وتخش بالاختراق بين واحد واثنين، اهي اخترقت وتوغلت صوبت وسجلت الهدف ال23 لصالح النادي الأهلي. زاد الفارق إلى 9 أهداف، يعني كده الأهلي في الشوط الثاني متقدم بفارق هدف وحيد، وإحنا بنلعب في الدقيقة 20 مشاهدينا الكرام. وغادة، غادة بكل الإجادة تعمل الفاست بريك برضو وهي رايحة، وهي قاعدة على الأرض بتعمل الفاست بريك لآلاء صابر أحمد رقم 99، هي قدام حضراتكم اللي بتشترك بقى أولى مشاركتها في البطولة، بيشركها الكابتن محمد عادل في أحداث هذا اللقاء، لقاء تحديد المركز الثالث والرابع والميدالية البرونزية. صفارة ورمية حرة لعبتها نصر عيد، كمارة، ملك لكمارة لتقى، لملك لتقى، لملك لتقى، وتقى والتصويب لكن حائط الصد، بلوك لديان بامبا رقم 18 بتعمل بلوك لتصويبة تقى وتبقى رمية جانب لصالح النادي الأهلي. لعبتها آلاء لتقى لدونجا كمارة لملك، تمريرات عرضية ما بين الخط الخلفي للنادي الأهلي وتروح دونجا كمارة بعد ما عملت خداع وتتصدى أولوكاندا، لكن يروح بيها الهجوم الكونغولي بيحاول يعمل مرتدة سريعة عن طريق يولان توبا رقم 13 الجناح اليمين، وفي صفارة والتايم أوت وقت مستقطع بيطلبه الجهاز الفني زوران باتينيتش المدير الفني لأوتوهو الكونغولي عشان يدي تعليماته لتوجيهاته لفرقته على الأخطاء اللي بيرتكبوها الدفاعية والهجومية، ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه اللي لسه بيبقى عنده الأمل، لكن الأمل بيعمل وبتعمل سيدات الأهلي على إجهاضه. وآدي الإعادات اللي فيها كل الإفادات قدام حضراتكم ليه الفاست بريك، التصدي الأول اللي عملته غادة حسام وبتبعتها للكرة قبل ما تعدي خط المرمى، ثم الفاست بريك وهي كانت على الأرض لآلاء صابر والارتداد الدفاعي. انتهى الوقت المستقطع واحنا بنلعب في الدقيقة 22 من زمن واحداث الشوط الثاني مشاهدينا الكرام. 23 الاهلي، 14 اوتوهو،
انجاز يحسب للنادي الاهلي وسيدات النادي الاهلي في هذا الموسم. وادي اهو الذكاء الدفاعي اللي بقول لحضراتكم عليه، الفاولات العكسيه على الهجوم الكونغولي، ملك لتؤى لكمارة لآلاء، وتخش آلاء تصوب، لكن أولوكاندا تتصدى، كمارة لتؤى اللي جت في نص الملعب، وكمارة راحت في الباك ليفت الظهير الأيسر، معاها الكرة ايه وعلى الدايرة نصر عيد عبد الملك كابتن وقائد فريق النادي الأهلي. وادي تمريرة حاولت تعملها لملك لكن كانت عالية وبره الملعب، رمية جانب لصالح أوتوهو الكونغولي. ديان بامبا لدومينجوز لديان تاني، حاولت ديان تخش لكن بذكاء نصرة تحصل على فاول عكسي وتلعبها بقى غادة حسام لآلاء صابر اللي بتاخد تشجيع وتحية كل زملائها و زميلتها على دكة احتياط وبنك بدلاء النادي الأهلي اللي بيشجعوا آلاء، وأول أهداف آلاء في البطولة الأفريقية عشان تسجل مشاركتها. آلاء لاعبة صغيرة سن، وآدي قطع على الدايرة من الجناح لكن غادة بنجاح وتعمل الكرة إلى نصر عيد عبد الملك بقى اللي بتخش بكل ذكاء. طبعا نصرة الشقيقة الصغرى لمروة عيد عبد الملك نجمة النادي الأهلي سابقا ونجمة حاليا الدوري الفرنسي بعد مشوار طويل من الاحتراف في فرنسا، واللي كانت متواجدة وبتؤازر في لقاء الأمس سيدات النادي الأهلي، ويمكن كان ليها لقطة ظهرت عقب نهاية اللقاء إن هي كانت موجودة مع اللاعبات في أرض الملعب واتلموا كلهم في أرض الملعب بعد نهاية اللقاء، ووجهت لهم كلمة على الأداء المشرف والظهور القوي في بطولة أفريقيا. وآدي تاني الذكاء الدفاعي والأخطاء الهجومية لأوتوهو والفاست بريك السريع من غادة لأمينة بطريقة جميلة تسجل وتوسع لنفسها وتفتح دراعاتها وتحط في الشباك الكونغولية الهدف 26 في الشباك الكونغولية في شباك أوتوهو الكونغولي. 26 الأهلي 14 أوتوهو. تاني دفاع قوي من ملك، ملك أحمد رقم 25 يمتاز فرقة النادي الأهلي مشاهدينا الأعزاء إن هم لاعبات صغار السن أعمارهم السنية كلهم يعني تتراوح ما بين. وآدي ليلى بتقطع الكرة وتلعبها لشهد، حاولت تعملها لملك لكن ارتداد دفاعي لأوتوهو تقطعها ديان توبا وترجع أمينة تاخد الكورة، حاولت تعمل فاست بريك لكن دومينجوز عاقت أمينة كده من إيديها من الخلف وهي بتحاول تعمل الفاست بريك. أهي هنشوف الإعادة قدام حضراتكم وتبقى صفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي وإيقاف دقيقتين على الدفاع الكونغولي. خلاص دخلنا في المنحنى والمنعطف الأخير من زمن وأحداث الشوط الثاني والمباراة، وهنقدر نقول إن شاء الله مبروك للنادي الأهلي. الفارق 12 هدف، فارق كبير. بنلعب في الدقيقة 26 يعني متبقي حوالي 4 دقائق ونص تقريبا او 20 ثانية على نهاية اللقاء والمباراة. هنقدر نقول مبروك النادي الاهلي حصوله على الميدالية البرونزية، لكن برضو هنستنى مع انطلاق البطولة مع انطلاق صافرة النهاية عفوا
نهاية هذا الشوط وهذا اللقاء عشان نبارك لنجمات النادي الأهلي ونهنيهم على الأداء القوي والمشرف اللي ظهروا به في هذه البطولة. تقع والمتابعة الدفاعية والتغطية على شهد بعد ما الكرة نزلت للاعيبة الدايرة في نقص عددي، وادي تاني بتقطع من وراء آلاء اللي طبعا عندها نشوة الفرح من المشاركة مع زميلتها في هذا اللقاء، فلازم نركز يا آلاء شوية ونستفيد من الأخطاء عشان نظهر بالمظهر اللي احنا كلنا عارفينه على لاعبات النادي الأهلي. دونجو كامارا وملك بتخترق بمهارة لكن تصويبة قوية بره الثلاث خشبات وتبقى رمية مرمى، تلعبها على طول لجانيت لوكاندا، لجانيت لماكومبو في الباك رايت، لجانيت وداميان ديان بامبا في نص الملعب صانعة الألعاب دلوقتي، بلاي ميكر اهي، وفي نقص عددي نزلت دومينجوز وتطلب من يولان توبا تقطع وتنزل على الدايرة، وادي تصويبة حائط صد بلوك من نصرة عيد عبد الملك، تعمل حائط صد بلوك وتبقى رمية جانب لصالح أوتوهو الكونغولي، تتلعب على طول توصل إلى ماكومبو اللي بتلعب اهي، جت في نص الملعب وعلى يمينها راح دومينجوز اللي معاها الكورة في الباك رايت، تصويبة يتصدى الدفاع الأهلاوي وتطلع الكورة لآلاء تاني، وتاني أهداف آلاء ويمكن 70 أهو. مشاهدينا الأعزاء شايفين على طول مخرجنا أحمد عادل جايب لنا فرحة دكة احتياطي وبنك بدلاء النادي الأهلي كله، بنك الاحتياط ودكة البدلاء بيحيوا آلاء على مشاركتها وبيباركوا لزملائهم وبيهنوهم بعد ما خلاص نقدر نقول كده الفارق بقى 13 هدف، 28 الأهلي، 15 أوتوهو الكونغولي، وبنلعب في الدقيقة 29 وتمريرة على الدايرة لونج باس كده من آخر الملعب من عند ملعب النادي الأهلي الدفاعي إلى شاهد الشواربي تحرز بيه شاهد الهدف 29. أهي شايفين استلمت شاهد لفت ودارت شاطت وسجلت الهدف 29 لصالح النادي الأهلي. خلاص متبقي حوالي دقيقة واحدة على نهاية اللقاء مشاهدينا الأعزاء، وآدي التهنئة ما بين لاعبات النادي الأهلي والجهاز الفني، دونجو كامارا وأمينة عاطف وفرح حازم، كل الحقيقة قائمة النادي الأهلي ماتيا بليتكوسيتش المونتينيغرية وأمينة هشام وناتاشا كوروفيتش ونصر عيد عبد الملك ومنة الله سيد ودونجو كامارا وغادة حسام وسارة حسام ورنا راضي وتؤى كامل وليلى هيثم وملك أحمد وأمينة عاطف وفرح حازم وشهد الشواربي وروان سعيد وآلاء صابر والجهاز الفني الكابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي والكابتن محمد عادل زولا المدير الفني وكابتن محمد عبد الوارث وكابتن هشام عبد الوهاب ميشو والكابتن خالد عثمان والكابتن زينب عبد الحليم، بنبارك لكل الأسماء اللي قلنا لحضراتكم عليها، بنبارك لي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب، وبنبارك لي الكابتن محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأيضا للكابتن خالد العوضي الداعم، وآدي كورة من ألعاب الهوى بقى ما بين أمينة وما بين دونجا كامارا لكن بره تقع، ما استلمتش دونجا كامارا، خلاص متبقي حوالي 5 ثواني، وكنا بنقول لحضراتكم مبروك أيضا الكابتن خالد العوضي على دعمه ووقوفه مع فرقة
السيدات في هذه البطولة وتدعمهم بلاعبتين من المحترفات بالإضافة إلى دونجو كمارا اللاعبة اللي كانت بتشارك مع النادي الأهلي منذ الموسم الماضي. صافرة نهاية اللقاء مشاهدينا الكرام، متابعينا ومحبينا مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهوره في كل مكان، مبروك النادي الأهلي فوزه وحصوله على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة كأس الأندية أبطال الكؤوس الأفريقية للسيدات لكرة اليد. مبروك المظهر والمستوى والأداء، وهارد لك إلى أوتوهو الكونغولي، ونتمنى إن شاء الله فيما هو قادم من بطولات ومنافسات يبقى بكده سيدات الأهلي بتحقق الدوري المحلي والكأس المحلي، وأيضا بتحقق برونزية كأس الكؤوس الأفريقية في هذا الموسم، تعتبر وصلة إلى المراكز النهائية في ثلاث بطولات، إنجاز ومجهود يحسب لسيدات النادي الأهلي وفريق كرة اليد للسيدات وكل القائمين على الرياضة في النادي الأهلي. مبروك النادي الأهلي، مبروك الجهاز الفني، مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، هذا المستوى الجيد والوصول لأول مرة منذ فوق 30 سنة، منذ 93 النادي الأهلي أو السيدات كرة اليد المصرية لم تصل إلى الأندية إلى المربع الذهبي في البطولات الأفريقية. فمبروك للنادي الأهلي، مبروك كل نجمات ولاعبات النادي الأهلي، ونبارك لجمهور الأهلي اللي الحقيقة أزروا الفرقة، ونتمنى إن كل المباريات وكل الألعاب زي ما احنا متعودين دايما من جمهورنا يتواجد ويآزر في كل المنافسات. سيداتي وأنساتي سادتي، شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا لأحداث هذا اللقاء عبر قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. شكرا لأسرة قناة النادي الأهلي وطاقم العمل اللي نقل لحضراتكم هذه اللقاءات وبطولة السيدات حصريا عبر قناة النادي الأهلي. شكرا لمخرجنا مخرج التفاصيل والإعادات المفيدة والدائمة لقناة النادي الأهلي في هذا اليوم الأستاذ أحمد عادل. شكرا لكل أسرة العمل، شكرا لأحمد رافت من الإعداد، وشكرا لكل متابعين وعشاق وجمهور النادي الأهلي، وعلى أمل اللقاء بكم في اللقاءات القادمة. وكان معكم إيهاب رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.